صباح الخير مرور، صباح النور، شو عم تعملي لنا؟ مبخر البيت. يا سلام، بس تعرف انا احيانا بحس انه الصباح هيك ناقص كمان احيانا. شو نايس؟ هلا انا كنت متعودة دائما بالوانية هيك مبخر البيت وكذا، وبعدين نسقي الوردات ونسقي الزرايع وهيك، بس نحنا هيك بحس بيتنا لازم هيك زرايع ولازم هيك طاقة والله إيجابية. معك حق. وهلا كمان وهلا مع البيبي حاسة انه هيك انه بنقي الجو وهيك بلطف الجو شوي. هلا هو المشكلة انه بيتنا صاير غالب اللي يعني هيك غالب الوانه ابيض واسود، فانا حاسس ان الالوان ما بعرف كيف، حاسس البيت كمان انا صاير ميت والله بصراحة يعني، فمعك حق بهي القصة. حاسة انه هون في هيك قرنتين جنب التلفزيون، انا بحب هيك يكون في زريعة كبيرة شوي. فقصدك هذا المكان وهذا المكان؟ حابة انه هيك تكون في زريعة هيك شوي كبيرة هون فعلا. هلا يارا مثل ما انكم شايفين حطت كومودينا هون، بس ما نعرفانين شو بدنا نحط عليها. هلا شوفي، نحن فاكرين كنا نحط عليها كومودينا انه فازه او صمديه او شيء قصه، بس فينا نجيب زرايع. خلص تكرم عينيك مرور، امشي ننطلق فورا نروح نجيب شويه زرايع. هلا؟ ايه يلا شوي. طيب يلا تعالي ننزل لهونيك، ناخذكم معنا شوف شو بدنا نجيب شغلات جديده للبيت، وبعدين في كثير شغلات بدنا نعملها بهالفيديو، كثير شغلات حلوه، فخليكم معنا. Can I be your superhero? سلام، كيفكن على الطارق ويارا؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير، سلكن قد الدنيا يا جماعة. هلا طلعنا من البيت رايحين فورا نجيب الزرايع مثل ما وعدت ليارا. طيب انا ما كنت مفكرة انه انت تتحمس لهي الدرجة يعني. لا ولو ألف طلب مثل الطلب. انا كمية عندي مستحيل خيب لك طلب، فخلينا نروح دغري نشتري الزرايع. ماشي، بس ان شاء الله نلاقي شيء حلو. ما بعرف انا هيك جاء في زريعة هيك براسي جاء على بالي منه. اها طيب خلص ماشي، يلا ما تخلنا ننطلق. يلا يا جماعة هلا وصلنا للمحل، بس يعني مثل العادة دائما انه الواحد بيوصل على المحل بتبلش هون الحيرة عن جد يعني، لأنه في مليون نوع تقريبا من الزرايع، وواحد يعني هلا شوفوا. هلا أنا كنت حاطة ببالي نوع زريعة تقريبا بيعملوا منها حتى مفارش للتخت، يعني انه الموديل شو؟ طبع شو انت عم تحكي عن جد؟ طبع على المفرش. ايه يعني شكل الورقة تبعها بيعملوا هيك طبع لحالي دوختيني. طب يعني مثل ورق جدران وهيك شغلات. هي شوفوا والله في جوا. والله عن جد حلوة كثير. اظن هي كل العالم بيعرفوها كثير حلوة، هي كثير بيعملوا منها يعني كل شيء الوان واشكال، حتى انا كان بدي اجيب مرة مخدات عليها هي الطبع. بس شوفي انا برأيي ناخذ شغلة فيها لون يعني مثل هيك مثلا، نشغله لها لون هيك تعطي تضوايه بالبيت، تعطيك بالله ما بتعطي او هيك مثلا، هيك مثلا لون ابيض. والله حلو لون ابيض، فانا بتعطي لون بالبيت. شكلي هون مثلا في هيك موف. انا ما بعرف، انا بخاف اني اجيب هاي الزريعه اللي لها ورده لانه بحس انه ما حتضل بتموت. بتموت الورده وبتضل الزريعه، فانا خلص بجيب الزريعه وما بزعل عليها لانه ما حيطلع لها ورد ولا هيك يعني. طيب في خيارات؟ يلا طب شو بدنا ننقي؟ ما بعرف. طب بدك ورد، بدك زريعة كبيرة ولا صغيرة رح تنعرف؟ لا انا جايبة لي هيك زريعة هيك يعني هيك تقريبا طويلة معنا. فبدنا ندور على هيك زريعة طويلة شوي. يا جماعة الخيارات الأخيرة اجت على هدول التنتين، ما بعرف انا لقيتهم أحلى شيء، شو رأيك انت؟ بس ما بعرف حسيتها هيك مخلوعة هيك طب بس الفكرة تبعها حلوة. إذا بدك كنا نلاقي شيء ثاني هيك نفس المبدأ إنه إلها لونين. شوفوا هي لون أحمر من هون واللون حرام بنزعل، وليك اللون أخضر من هون مبين. هي كثير حلوة وهي فكرتها كثير حلوة، هيك مثل الشعرات هيك حلوة. فبس هي بس قصيرة مو مثل ما أنت بدك، بدنا ندور على واحدة تكون أطول شوي. نجيبها أكبر من هيك. نجيب واحدة أكبر من هيك. طيب هي هدول بتعرف هدول حلوين كمان اللي عليهم أحمر هيك. هيك كمان حلوة مو؟ والله كمان حلوة يا جماعة، الشغلة بتحيي. وهي حلوة كمان ورقة كبيرة هيك. بالمسي يا جماعة ما حنقدر نستنى حتى ناخذ رأيكم، لأنه فنحن فورا بدنا نشتري يعني لازم نشتريها اليوم. طيب ايش كمان؟ طيب احذري شوي، تعي نقي هدول، أنا عجبني هيك شيء. والله؟ ايه طيب بس نقي من هي وحدة أكبر، ومن هي نلاقي وحدة بس الورق يكون غير هيك. ماشي؟ وكمان كمان زريعة صغار هيك. ما خلص نعني ليك هذه كمان زريعة صغار. لأنه إذا حطينا هون وهون بيطل هيك مدري شلون، فبدها هيك كمان زريعة صغار. طيب تعني نتفرج شو ممكن نلاقي. هلا خلصنا الزرايع نقيناهم، بس هلا ما حنفرجيكم اياهم، فرجيكم اياهم بالبيت، بس نرجع هيك هون محطوطين جنب التلفزيون. بس بتعرف شو باقي بس رح نختار هيك حواض للزريعة. والله بدنا نختار، بس شو اللون اللي بيلبق عنا ما بعرف. وهي القصة يعني بحس انه هيك نجيب شيء سيمبل احلى، يعني هيك يا ابيض اسود كذا هيك اسهل. طب تعال نتفرج عندهم خيارات.
يعني في هدول اللي هيك بيجوا مثل الحجر بس انا ما كثير حبيتهم. لا انا ما بحب هاي. ما كثير حلوين، ممكن لاقي شيء احلى. اي بحس انه هدول منزوعين وصلون زمان وهيك. ما بحب هيك انا ما فيهم. هون في خيار ثاني، هدول هذا الفخار. يعني هذا بيجوا فخار هيك. حتكسرهم. حتكسر له يا حبيبي. حتنزل كان كيرا ممكن تنزل هذا الرف كلياته ويصير على الارض هلا. ما فكرتهم هيك تقال، فكرتهم خفيفة يعني. لا كثير. وهون هذا الخيار الاخير اللي بيجوا هيك كثير سمبل، لون واحد وهيك، فشو رايك؟ بصراحة. انا اظن لون واحد هيك احلى مو؟ لون واحد سمبل يكون؟ طيب يلا تعي نقيهم كمان وبناخذهم وبنفرجيكم اياهم كلياتهم بالبيت شو اشترينا بالاخير. جاهزة؟ جاهزة. يلا. شوفوا يا جماعة هلا جهزناهم صاروا بالبيت، طبعا قعدنا حطينا لهم الاطراب، شوفوا شلون ظبطناهم، موديلهم طالع كثير 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 حلو. انا حاسة حالي هيك صرت هيك مثل بالغابة بالادغال كذا. بس كيفين على طول للبيت على فكرة، بس القصة يا جماعة انه نحن ما عرفانين وين بدنا نحطهم، يا شلون بدك تنظمي؟ ما بعرف، تعال نجرب هيك، انا جاي على بالي انه نجرب هيك وحدة طويلة من هون وحدة قصيرة من هونيك او هيك يعني، وبعدين إذا عجبنا الموضوع بنتركهم، ما عجبنا بنرجع. طب تعال نعمل تجاربنا، تعال نطفي الكاميرا شوي، نعمل تجاربنا نشوف شو بدنا نظبطهم، بعدين نرجع نشغل الكاميرا بنفرجيكم كيف كان. بس بدينا ننظر أول شيء قبل. تعال نفرجيكم قبل كيف كان. شوفوا يا جماعة احفظوا لشكل البيت كيف كان أول شيء، وبعدين كيف حيصير بس لحتى نحط الزرايع. يا جماعة أنا كثير معجبة بهي الزريعة، شو محلاها، أنا هي أكثر وحدة حبيتها على فكرة. يا سلام، شوفي موديلها شو طلع حلو هون. إيه. يعني هذا الموديل الأخير اللي قررنا عليه، إنه حنحط هي هون، وهدول قدام التلفزيون، وفي هذيك هونيك فرجيني إياها كمان. أما هي حطيناها هون جنب التلفزيون، كمان حطيناها على هي الكومودينا لأنه هذيك ما بتزبط، هذيك بتطلع كثير كثير طويلة، فزبطت هي أكثر. بس أنا ما عجبها هي على فكرة. انا كثير ما بعرف طالع احب هي اكثر وانا حبيت هذيك اكثر. انتوا اكتبوا لنا بالتعليقات اني احلى منهم. يا جماعه هيك طلع المنظر الاخير للبيت، شوفوا كيف طالع، انا لقيته كثير كثير حلو، حاس البيت كثير تلون تغير عن الاول، ما بعرف انا كثير حبيته. اكتبوا لنا انتم كمان شو رايكم بالتعليقات، طلع البيت هيك احلى ولا كان احلى قبل ما نحطهم للزرايع. يا جماعه انا هلا طلعت على السياره لانه انا عامل الفيديو كلياته عشان احكي المفاجاه اللي محضره ليارا. يارا حرام يعني انا حاسه انه حابه انه يكون في حدا من اهلها يحضر مع الولاده، واظن اي بنت وقت بتكون بدها تلد بتكون بتحب انه يكونوا اهلها موجودين. هلا للاسف امها ما قدرت تظبط انه تطلع هي، بس حاولت اختها ساره واختها قادة يجوا لعنا لهون وقت تلد يارا، بس اتصلت فيهم من فتره وسالتهم اذا هن عندهم وقت يقدروا يجوا، فقالوا لي نحن لازم نسال لحتى نشوف اذا بنقدر نيجي هالفتره ولا لا. اللي حيصير يا جماعه انه هلا حاتصل بساره قدامكم لنشوف اذا هن قدروا يظبطوا وقتهم يجوا، فرح احجز فورا تيكتات الطياره وحارجع فوت على البيت فرجي يارا التيكتات لنشوف شلون حتكون رده فعلها، لنشوف اذا قديش حتنبسط بانه اخواتها جايين ليحضروا الولاده معها. هلو. هلو. مرحبا سارة، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ تمام، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ الحمد لله. هلا اول شيء اكيد انت شفت الكاميرا انا عم صورها. شفت. طيب هلا قولي لي اول شيء شو صار معك باللي حكينا فيه؟ قدرتوا تلاقوا وقت مشان السفر؟ ايه لقينا وقت، دبرنا، صار في هلا دورنا على حجز، بس دورنا على حجز اقرب شيء على ولادته مشان نلحق الولاد انه بدي يكون موجودة. طيب هلا شوفي انا هلا رح احاول لاقي لكم اقرب وقت حجز، المشكله انه هلا هذا الوقت بيكون وقت سفر، انت بتعرفي كل العالم كانوا بالعطله الصيفيه وعم يرجعوا، بس شوفي حاول لاقي لكم اقرب وقت رح احجز هلا وبرجع بحكيكي بخبرك امتى الحجز. بس انا اظن يا رح تكون كثير مبسوطه بالخبريه، فبكره انتوا وقت تشوفوا الفيديو حتشوفوا رده فعلها كيف حتكون. ايه وقادي كمان فاضيه ما سالتي قادي؟ كمان فاضي. طيب يلا ماشي معنا، انت بدك شيء؟ يلا باي باي. باي باي يا جماعة. الحمد لله الحمد لله انه زبط الوقت تبعهم، انا كنت خايف انه ما يزبط وقت، فاول شغلة بنتزع هذا الفيديو، ثاني شغلة بتنتزع المفاجأة، بتروح المفاجأة على يارا، وانا عن جد حابب انه خليها تكون مبسوطة بهذا الوقت وانه تلد وهي مرتاحة، بس ان شاء الله اقدر الاقي حجز يكون قريب على هذا الوقت، حاول احجز اقرب وقت بلاقي انه يقدروا يحضروا مع الولادة. فهلا حافتح احجز التيكتات وبعدين فوت عند يارا شوف شو حتكون ردة فعلها. يا جماعة هلا هيك انا حجزت، امور صارت كلها بالسليم، فايت زبطت الكاميرا بالبيت، حطها بمكان، نادي ليارا فرجيها التيكتات، ما رح احكي لها ولا اي شيء بس حفرجيها التيكتات لنشوف شلون حتكون ردة فعلها، ان شاء الله يا رب تنبسط تعجبها المفاجأة يا رب، يلا خليكم معي لنشوف شلون حتكون ردة فعل يارا. يارا يارا تعي تعي شو عملي، تعي 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 تعي. طيب بدي افرجيكي شغله، شوفي تعي تعي بس قربي 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 شوفي شو هذا تكت الطيران؟ اي وين الناس وين حنسافر؟ لا هذا التكتات مو لنا، شوفي الاسم. ساره وقادي؟
هنا حجزوا؟ ما كنت بدي لك قبل بوقت، بس انه حبيت انه بس لا تزبط الشغله انه خبرك عليها. حكيت مع ساره ومع جادي انه يجوا ويحضروا معك الولاده. فانه قدروا يعني انه الحمد لله قدروا يزبطوها، وانا حجزت لهم. يا كثير كثير مبسوطة. طيب انا كثير كنت حابة ان حدا من اهلي كمان يجوا يحضروا الولادة، يعني يشوفوا البيبي اول ما بيجي وهيك. انا بعرف انه كثير صعب انك تكوني لحالك، بس سارة وجادي. انا كنت حابة انه امك كمان تيجي وهيك، بس انه صعب عليها بتعرفي، صعب خاصة في البيبي الصغيرة كمان، فانه صعب عندها مدرسة. فهلا بس يعني هيك انا مبسوطة كثير كمان انه هنا نحيجكم، وبعد فترة اكيد رح اخذك ونروح لعندهم ان شاء الله. بس تكبر البيبي شوي، بس انولد وتكبر شوي اكيد رح اخذك عندهم. كثير حلو نفاجئ. بلا انبسطتي؟ بس عارفه انا صرت كثير كثير متحمسه، لانه لازم هلا نظبط لهم معناتها الغرفه ومحل يناموا. هي بسيطه ان شاء الله بنظبطها. هلا انا تقريبا كنت مظبط كل شيء بمخي، فانا مرتب شلون بنظبطها، فان شاء الله بنظبط لهم قرن يناموا وبنظبط لهم كل قصه يعني يكون سهل. بس الفكره انه انا ما لقيت حجز طيران كثير قريب، لقيت حجز، فانه هن نيابي يلحقوا بيجوا وقت الولاده يا بيجوا بعد الولاده بشوي، حسب انا انت بولدي. حسب انت بتولدي، فيا بيجوا قبل يعني يا بيلحقوا قبل الولاده يا بيجوا بعد الولاده بشوي. بس كل احوال حلوه، بكل احوال ايه، المهم انه انا بس بدي انه يكونوا قدامك، يعني انه هي الشغله كثير حلوه يعني وحيساعدوني وهيك. اكيد. هو على فكره عمل انا يعني كل الفيديوهات صورتها من اول شيء، وانا كنت عامل لك انه بدي اشتري زرايع ومدري شو هيك، انا مصور فيديو كلياته مشان اوصلك انا لهالشغله هي، عشان بدي اخبرك المفاجاه، بدي اخبرك اياها قدام الكاميرا. انا ما كنت بعرف. يا جماعه هلا يا رجعت المفاجاه وانبسط فيها اكيد، وانا بكره اظن انه انتم حتنبسطوا اكثر واكثر بس لحتى يجوا اخواتها. كثير كثير تحمست وحاسه هيك خلص الله طعم جهز كل شيء. مشان هيك بكره الفيديوهات حتكون كثير حلوه، فانتم يعني خليكم دائما معنا، اللي ما له مشترك بالقناه كمان يشترك. المهم هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، وقبل ما نختم الفيديو بدنا نطلع تعليق من التعليقات. مريم من اريحه، وانتم لا تستعقلوا من تحت هذا الفيديو عشان تطلعوا الفيديو اللي جاي. هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبع اليوم، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه عشان عائلتنا تكبر. حطوا لنا كثير لايكات تحت هذا الفيديو، بنحبكم كثير، باي.